السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد. وهذا هو الطريق الدائري للمنصور، الطريق الدائري المنصورة، ويبدأ من هنا من ميناء سندوب إلى الجامعة إن شاء الله، يمر بجامعة السلام ويسمى طريق الدائري المنصورة. هذا هو منزل الطريق الدائري، هذا هو المطلع، هذا المطلع، وهذا هو منزل الطريق الدائري. وعلى بعد مئات الأمتار هنا كوبري سندوب العلوي الذي يربط جميع محافظات الجمهورية على بعد خطوات بسيطة. وهو يظهر أمامنا هو وعمارات منطقة كوبري سندوب العلو، يعني على بعد خطوات نرى منطقة كوبري سندوب العلوي، وهذه عمارات كوبري سندوب العلوي على بعد مئات الأمتار من هنا. نتحدث اليوم 15 سبتمبر 2021، ونحن أمام ميناء سندوب. نحن نوثق الطريق المنصورة الدائري، هذا المطلع وهذا هو المنزل، وهذه ميناء سندوب التابعة للمنصورة الدقهلية. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.